تمام. طب السؤال الثاني معلش يا شيخ، ما بالنسبه للاحاديث القدسيه نعم هل لها عدد محدد او كده؟ لان في النهارده احاديث قدسيه كلكم جاء الا من اطعمته، ده ثابت صحيح صح مسلم. تمام. برضه حديث لا عفوا لا استغفروني لا عفوا عفوا انكم تزنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب بالليل والنهار، في حديث قدسي معنى كده او يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، حديث ابي ذر. تمام. طب هم لهم عدد محدد للاحاديث القدسيه سيدنا والله عدد. شوف بقى بعد الاستقراء انا كنت اتعجب لما الحافظ ابن حجر يقول ما صح منها تقريبا الا نحو 200 حديث، فبعد الدخول في المساله وجدت ان كلام الحافظ ابن حجر قريب من الصواب، يعني تقريبا 200 حديث تمام. تقريبا، إن زادت زادت طب قليلا ونقصت نقصت قليلا، لأن في مسائل مختلف فيها. في الكتاب يعني اجماع بحيث نرجع له الصحيح فيها وكده؟ أنا عامل كتاب فيها اسمه صحيح المسند من الأحاديث القدسية. ماشي، دعوتك لنا يا شيخ. يا رب دعوتك يوفقنا وإياكم.